بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محدثكم دكتور علاء حسين الزهيري من جامعة بغداد. نشرح لكم اليوم طريقة تصميم الأعضاء الحديدية تحت تأثير الإشهاد الشد. لتوضيح الطريقة سنستعين بمثال بالأرقام لتكون الخطوات واضحة. المثال المعطى هو design of single angle tension member، يعني هو حدد نوع التنشن member بsingle angle، وباستخدام طريقة LRFD method يقول use LRFD method design a tension member for the following requirements. طبعا design نقصد به هو select the lightest shape. نعطي service load dead load 40 كبس واللايف load 60 كبس، والمطلوب هو تصميم single angle as required، والانبريس length of this tension member is 20 feet، والماتيريال مالت هذه الزاوية هو A36 حسب الـ ASTM، وهي yield strength 36 KSI ورابتشر سترينث 58 KSI. وباستخدام صفين من البراغي، كل صف يحتوي على أربعة براغي قطر 3/4 الانج ومن مواصفة A490. الحل: قبل البدء بخطوات الحل علينا أن نقوم بضرب اللود ديد لود واللايف لود بفاكتورات التصميم، فيضرب الديد لود في 1.2 واللايف لود في 1.6 نحصل على قيمة اللود النهائي الالتيميت وهو 154 كبس. الخطوة الأولى هو إيجاد قيمة الجروس اريا فروم تنسايل ييلدنج كرايتيريا. واضح أنه التنسايل ييلدنج كرايتيريا تتضمن أنه القوة المسلطة تساوي حاصل ضرب الاريا جروس في 0.9 اف واي. هذا 0.9 طبعا يعني الفاي. فمن ذلك بترتيب إعادة ترتيب هذه المعادلة نحصل على أنه الـ A gross يجب أن تكون أكبر أو مساوية إلى اللود مقسوم على 0.9 F U. طبعا هنا نفرض أنه سلندرنس ريشيو لهذا المنبر هي لا تقل أو لا تزيد عن L over 300. بذلك نعوض هذه الأرقام فيكون لدينا الـ A gross مساوي إلى 154 over 0.9 في 36 فيطلع 4.75 انج مربع. الخطوة الثانية في التصميم نقوم بتدقيق الاريا ريكوايرد، الاريا نيت ريكوايرد، لان الاريا جروس هنا اللي اخذناها على اساس التنسال ييلدنج، فيجب تدقيق هذه الاريا جروس حسب متطلبات الاريا نيت بموجب الالتيميت رابتشر او الرابتشر سترينث. فاحنا بما انه عندنا اربعة براغي لكل صف من صفوف البراغي، لصفين من صف من البراغي، فيكون قيمة الشير لاك فاكتور اليو يساوي 0.8 أو نحسبه من معادلة أخرى. هنا راح نفرض أنه يساوي 0.8 وهذا أخذناه من تيبل رقم D31 في بيج 29 من AISC 360. فنعوض هنا، نعوض التنسايل رابتشر تي سب يو يساوي الاريا جروس في 0.75 اف يو في يو، يو هنا الشير لاك فاكتور. نعيد ترتيب المعادله يصير الاي جي اكبر او تساوي الى تي يو 0.7 اوفر 0.75 اف يو مضروبه في الشير لاك فاكتور يو زائد سميشن اريا اوف هوم. نعوض الارقام فيكون 154 تقسيم 0.75 في 58 في 0.8 زائد احنا عندنا ثقبين في الطول في 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 مقطع الزاوية، فيكون 2 نضيف لقطر البرغي 1/8 حسب متطلبات الكود ونضرب هذا الكل في السموك تي. لذلك نحصل على معادلة للاريا جروس ريكواير تساوي 4.43 بلس 1.75 في تي، حيث ان تي هو الثيكنس مال الزاوية المختارة. اما الار مينيمم فنحصل عليه من قسمه ال اوفر 300، هذا طبعا الار مينيمم يجب ان يكون اقل او يساوي هذا الرقم، وهو يساوي 20 في 12 اوفر 300
ويساوي 0.8. لغرض اختيار المقطع بشكل متسلسل هنا عملنا جدول لاختيارات المقطع. طبعا هذا الجدول بالحل مو الزامي، ولكن من اجل ايضاح الموضوع لاحظوا احنا الاريا جروس المطلوبه 4.75، وعلى اساس حساب الاريا نت في الخطوه الثانيه، فاذا اخذنا التي فرضنا التي يساوي ربع انش، تظهر عندنا الاريا جروس على اساس الاريا نت مساوي الى 4.86، ولكن هيك ارقام هكذا ارقام ما عندنا حسب هذا السمك، لذلك هذا الاختيار الاول مرفوض. الاختيار الثاني 5 over 16 انش، ايضا تطلع عندنا الاريا جروس محسوبه على اساس الاريا نت مساوي الى 4.97، وهذا الاختيار ايضا لا يتحقق لعدم وجود هكذا مقطع في المانيوال، وكذلك الحال للسمك 3 over 8 انش. لذلك نذهب الى الاختيار الرابع وهو تي يساوي 3 over 16 انش، فيعطي اريا جروس 4.75، والاريا محسوبه على اساس الاريا المحسوبه على اساس الاريا نت هي 5.19 انش سكوير، فيكون المقطع ال 8 في 6 في 7 على 16 بوزن 20.2 باوند بير فوت، و ار زد مساوي الى 1.31 انش، هو مقطع يكفي للتصميم. هنا لاحظ اخذنا الار اوف زد، يعني حسب ما تعرفون مثل ما ذكرنا سابقا انه الزاويه لها ثلاثه محاور، اضعف محور هو محور الزد الذي يعطي المينيمم ار زد. الاختيار الاخر انه اذا اخذنا السمك نصف انش وباريا جروس 4.75، تظهر عندي الاريا جروس بعد اخذ الاريا نت بنظر الاعتبار 5.3 انش سكوير، فيتوفر لدينا مقطعان، المقطع الاول ال 6 في 6 في نصف انش، والمقطع الثاني ال 8 في 4 في نصف انش. المقطع واثنيناتهم بوزن واحد 19.6 انش. الاول ينطي 1.18 انش، والثاني بالنسبه للار زد، والثاني ينطي 0.863. هذا هنا يوضح امامكم جدول رقم 1.7 الخاص بمواصفات الانجل الموجود في الستيل مانيوال، ارجو مراجعته بالمانيوالات لكونه اوضح. الخطوه الثالثه بالتصميم انه راح ناخذ المقطع ال 8 في 4 في 12، وما راح ناخذ ال 6 في 6 ال 8 في 4 في نصف، ولا ناخذ المقطع ال 6 في 6 في نصف، بسبب انه الال 8 هذا الثمانية الضلع الاطول يتيح لي مجال لوضع صفين من البراغي بشكل سلس، اما الال 6 ممكن وضع براغي، ولكن قد تكون هناك عندنا مشاكل بالبيرنج والبلوكشير، لذلك اختيار الال 8 في 4 هو الافضل. وطبعا اخذنا احنا هذا المقطع في نص لانه ذو سمك اقل مما المقطع ابو 7 على 16، ذو وزن اقل، واحنا المطلوب من عندنا ان نختار اللايتست مقطع اللايتست سكشن. الان نعيد نشيك حساب الشير لاك فاكتور اليوليان، تعرفون احنا فرضناه 0.8 باعتبار عندنا اربعه براغي في الصف الواحد. الان اليو يحسب بالمعادله هي 1.1 ماينس اكس بار اوفر ال، الاكس بار يعني سنترويد عن باتجاه الاكس، فواحد ماينس 0.854، وهذا رقم اخذناه من جدول واحد ستة قبل شوية اللي عرضنا بالصفحة السابقة بالسلايد السابق، مقسوم على تسعة يطلع لنا 0.905، وهو اكبر 0.8 الذي تم فرضه في البداية، وهو اوكي، احنا يعني مصممين بجانب امان اكثر. اما الستيب الرابعة فهي تخص تدقيق الستندر نيس ريشيو، وهي قد دققت لان احنا طلع عندنا الار حسب ما جاء في جدول التصميم 0.856، واحنا الار اللي عندنا يجب ما لا 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 تقل عن 0.8، لذلك هو اوكي. الخطوه الخامسه انه تشيك تدقيق الشير في البولتس. اذا رحنا الى جدول 3-2 راح نشوف انه هذا الحديد المعطى بالسؤال اللي هو اي 490 يعطي شير سترينك مساوي الى 60 ميجا باسكال.
شير سيت رانك ينطي 60 ميجا باسكال اذا كانت الفريز اسنان البرغي ضمن الشير بلين. طبعا هاي الحاله احنا فرضناها لانه هي الاسوء. لذلك يكون الار ان مساوي الى عدد البراغي ان في اريا مال بولت واحد مضروبه في اف صف في اللي اخذناه من جدول 3 2 جي 3 2 في صفحه 104 من الاي اي اس سي 360. نعوض الار ان عدد البراغي 8 مضروب في 0.75 تربيع في باي اوفر 4 مضروبه في 60 اللي هو الشير سترينث للبرغ الواحد. تطلع عندي مقاومه الشير الكليه لجميع البراغي 211.9 كيبس. طبعا هنا اخذنا عدد البراغي دون ان نضرب في 2 لان احنا عندنا سنجل شير بروبلم. نشيك هذا الرقم هذا الشير سترينك بعد ان نضربه في الفاي يجب ان يكون اكبر من التيو المسلطه على المقطع. فالتيو يجب ان تكون اقل او مساويه الى فاي ار ان والفاي هنا 0.75 بالشير مثل ما تعرفون. فيكون التيو مساوي 154 اقل من 0.75 في 211.9 اللي هي تساوي لنا 159 كيبس. فاذا اوكي. هذا الجدول يمثل لنا جي 3-2 وهنا هو الحديد مالتنا الحديد اللي 490 بامكانكم مراجعته في المانيوال اوضح طبعا افضل. وتلاحظون انه الشير سترينث الى 60 كي اس ار. الخطوه السادسه بالحل هو تدقيق البيرنج كاباسيتي. احنا اذا فرضنا ان البليت ديفورميشن از ا ديزاين كونسيدريشن هذه الفرضيه راح تؤدي بنا الى استخدام المعادله جي 3-6A في بيج 111 من الاي اي اس سي 360.05. فقبل ان نطبق هذه المعادله اللي هي هاي المعادله يجب ان نحسب قيمه الاي ال سي في المعادله. هاي الاي ال سي في المعادله الاي ال سي اما ناخذ البرغي على الحافه فتكون المسافة 1.5 من أول برغي عن الحافة ناقص 0.5 في 3 على 4 زائد 1.8 1 على 8 حتى يعطيني نصف الفتحة فتكون المسافة 1.062 إنش. أو تكون الـ LC2 المسافة بين برغيين متجاورين فالمسافة بين البراغي هي 3 إنش ماينس 3 أوفر 4 3 أوفر 4 بلس 1 أوفر 8 فيساوي الى 2.12 انش. فاذا ال LC راح ناخذ المينيمم مال ذولا قيمتين والمينيمم مال 1.062 و 2.12 هي واضح 1.062 انش. فنطبق المعادله رقم جي 3-6A فلانه احنا عندنا الديفورميشن اوف بليت از ا ديزاين كونسيدريشن تكون 1.2 في LC في T في FU ويجب ان تكون اقل او مساويه الى 2.4 D في T في FU. نعوض الارقام 1.2 في 1.062 في نصف في 58 يجب ان تكون اقل او مساويه الى 2.4 في 7 على 8 في نصف في 58. فتطلع عندي شير سترينك للبرغي الواحد 37 كبس وهي اقل من الحاله الاخرى اللي تشيكنا عليها اللي هي 16.9 كبس. فراح تكون القوه المختاره الشير سترينك المختار للبرغي الواحد هو 37 كبس بير 1 بولت. الآن ندقق قيمة التيو أوفر 8 للبرغي الواحد عندنا ثمن القوة يجب أن تكون أقل من 5 في آر إن والفاي هنا عندنا 0.75 فتكون التيو مساوية إلى 154 أوفر 8 واللي تعطيني 19.2 كبس وهي أقل من 0.75 في 37 تساوي 27.7 كبس. هاي هنا الخطوة السابعة في الحل هو تدقيق البلوك شير كاباسيتي. واضح انه هاي المسافات بين البراغي انج ونص بالطرف وهنا عندنا ثلاث مسافات على 3-3 انج وبالاتجاه العمودي احنا 8 انج اخذنا الزاوية مالتنا عندي 2.5 ب3 ب2.5. فحتى ندقق عملية البلوك شير هاي منطقة البلوك اللي راح يصير بيها شير. عندنا تدقيقين مرة ندقق الاريا نيت ما بين البراغي في شير سترينكث للبليتة ونضيف لها تنسر سترينكث لهذا المقطع. ومرة أخرى لا ندقق مقدار الشير سترينكث للأريا جروس في هذا المقطع يعني البراغي راح تنقلع ويا الجزء المقطوع مع التنسر سترينكث كما سيأتي في السلايد القادم.
هنا تكمل الخطوة السابعة في التصميم وهي تدقيق البلوك شير سترينج. قلنا احنا انه الـ Rn تساوي لي اما area net V زائدا التنسال سترينج على الطرف، ويجب ان تكون اقل او مساوية الى التنسايل ييلد اوف جروس شير اريا بلس التنسايل سترينج. نعوض بالارقام، التنسايل سترينج هي 0.6 في FU في اريا نت، هاي منا لنا هذا القوس الكلي كله يمثل لي الاريا نت، وهي 10.5 في المسافات، احنا قلنا 3 في 3 ب 3 ب 3 ب 1.5 يعني 10.5 ماينس عندنا 3 فتحات ونصف 3 على 4 بلس 1 اوفر 8 وينضرب في نص، هذا يمثل السمك حتى يعطيني اريا، حتى يعطيني اريا هذا في نص، زائد 1 هاي اليو بي اس، 1 هنا اللي ما عندنا كوبت سكشن فناخذه 1 اليو بي اس مضروب في الاف يو اللي هو الالتيميت سترينج مضروب في الاريا نت تنسايل، هاي الاي ان تي هاي يمثلها القوس منا اللي هنا، واحنا عندنا المسافه بالاتجاه العمودي هي 5.5 من البرغ الثاني الى حافه البليته ناقص راح نطرح برغ ونص، ومسافه مساحه عرض الفتحه للبرغ هي 3 على 4 زائد 1 على 8 وهذا كله مضروب في نصف سمك البليته. هذا كل المقدار يجب ان يكون اقل او مساوي الى هذا الجزء الذي هو 0.6 في اف واي اللي هي 36 في الاريا الكليه، الاريا جروس اي جي في جروس وليس ان في، لاحظ هنا جروس، فالاريا جروس هي 10.5 مضروبه في نصف بلس التنسايل سترينج نفسها اليو بي اس قلنا 1 نفسه والاف يو 58 مضروبه في الاريا نيت تي اللي هي 5.5 ماينس 1.5 في 3 على 4 زائد 1 على 8 في نصف. نجري الحسابات يطلع عندنا الـ Rn يساوينا 250.8 وهو أكبر من 234.8، إذن من راح ناخذه؟ ناخذ الرقم 234.8 كبس. تشيك الآن أنه تي يجب أن لا أن تقل أن أقل من تكون أقل من فاي Rn، الفاي هنا عندنا 0.75 ونشيك راح تي تساوينا 154 وهي أقل من 0.7 في 234.8 اللي تساوي لي 176.1 كبس، اذا اوكي، اذا يوز انجل ال 8 في 4 في نص از ادكويت، يوزنج ذس انجل از ادكويت ان ذا ديزاين. شكرا لاصغائكم.